كونسبت 2 بيتكلم على الايكو سيستم، على النظام اللي في البيئة اللي احنا عايشينها. هناخد اكزامبل كده هنتكلم عليه طول ما احنا ماشيين في الكونسبت. البيت، البيت فيه بابا، فيه ماما، فيه اخواتي، فيه قرايبي، فيه ترابيزة، فيه كرسي، فيه هواء بنتنفسه، يعتبر سيستم. ناس عايشة مع بعض، انتراكت مع بعض، بيتكلموا مع بعض، ما ينفعش كل واحد يعيش لوحده. علشان كده اي ايكو سيستم بيبقى جروب of living organism، كائنات حية، و non-living things أشياء غير حية، كلهم interact، كلهم بيتكلموا مع بعض. فعشي حد ينزل ما نعرفش عنده حاجة، حد يرجع قاعد أكل نام وأنا ما أعرفش هو مين ولا مين ده، ما ينفعش، لازم في interact، كلنا بنتكلم مع بعض. طب ليه لازم يكون في interact؟ علشان يبقى الموضوع balanced and stable، عشان البيت ده يفضل سليم ويفضل حلو كده، ستيبل متزن. بيت سليم ثابت لازم يبقى بالانسد وستيبل، لازم يبقى فيه انتر اكت. لو في ليفينج اورجانيزم واحد داي، مات، الانرجي بتاعته هترجع للسويل. ما انا طالما بنعمل انتر اكت، الكائن ده ياكل الكائن ده، ده يقعد مع الكائن ده، مش عارف ايه، بيبقى فيه انرجي. وطالما في انرجي، الانرجي بتتحرك، بتروح من هنا لهنا، بتتغير من هنا لهنا. لو واحد داي، دي بترجع للسويل. تعالوا نفكر فيها كده، بيبقى عندنا شوية بلانتس، البلانتس يجي رابت ياكل البلانت، بعد ما يجي الرابت ياكل البلانت، يجي لين يقوم واكل الرابت، يجي اللين بقى يموت وكله يموت، ترجع الانرجي تروح للسويل، فالسويل تطلع بلانت جديد، فيجي رابتس جديدة، وهكذا تفضل الحجلة في الايكو سيستم شغالة على طول. كل ايكو سيستم بيختلف عن الايكو سيستم التاني. ايكو سيستم ديفرز، كلهم ديفر، كلهم بيختلفوا على حسب الناتشر اوف انفايرمنت. ما انا مش هجيب اللي بيعيش في التندرة، اللي بيعيش في التلج زي اللي بيعيش في السي، واللي بيعيش في السي اللي كل حياته مية اصلا زيه زي اللي بيعيش في الديزرت. كل ايكو سيستم ديفر، كله ديفرنت، كلهم بيختلفوا عن بعض. وطالما فيها انرجي من جونيور فور واخدينها، السن، السن هي السورس اوف انرجي لكل ليفينج اورجانيزم. مفيش صن، مفيش ايكو سيستم من البداية خالص بقى، ولا رابط ولا بلانت ولا حاجة خالص. طب ازاي احنا بنبدأ بالصن؟ ما احنا لسه قايلين من شوية انا ببدأ بالبلانت. طب البلانت بيعمل ايه؟ البلانت بياخد الصن لايت to make photosynthesis. يبقى البلانت make photosynthesis by absorbing sunlight، بدأ يسحب الصن لايت ويطلع الشوجر اللي هو الجلوكوز اللي هو اكل البلانت. بياكل شوجر، شوجر اسمه جلوكوز، مش اي شوجر. علشان كده لازم الفوتوسينثس تحصل الاول. فوتوسينثس is fundamental for life. fundamental يعني necessary، يعني مهمة لللايف. عشان لما نبدأ نعمل فوتوسينثس، البلانت يعمل الفود بتاعه، نيجي احنا ناكل البلانت، نيجي احنا ناكل الاكل. فاحنا بناكل عشان احنا بنحتاج انرجي to grow، علشان نكبر، to survive، علشان نعرف نعيش، do life process، نعرف نعيش في حياتنا، hard work بقى، نشتغل ودو exercise. حتى واحنا نايمين محتاجين الانرجي، انه مفيش انرجي قلبنا مش هيشتغل، مش عارف ايه هنموت. بدأت الانرجي وبدأ البلانت يعمل، بدأ هو الاول بقى يعمل الاون فود، تمام. علشان كده دايما السولار انرجي هي اللي بتبتدي تمشي في الليفينج اورجانيزم، تبدا من البلانت وبعد كده تدخل للانيمالز او البني ادمين اللي بياكلوا البلانتس، وبعد كده تدخل للانيمالز اللي بياكلوا الانيمالز الاولانيين، ودايره كده مستمره على طول، والكلام بيعيد نفسه تاني. sun is primary source، primary يعني هي الاولانيه، هي الاهم الاول. ليه؟ عشان البلانت absorb sunlight to make photosynthesis،
يجي الهيومن والانيمالز ياكلوا البلانتس دولت تو جيت انرجي. تقريبا الكونسبت عمال يعيد بعضه، صن وده ياكل ده وده ياكل ده، ولانها عماله بتعيد بعضها كانها سلسله ماشيه ما بتوقفش، دخلنا الحاجه اسمها فود شين، سلسله غذائيه شغاله مش بتقف. بس احنا اتفقنا ان احنا بدايتنا الانيمالز، وايه اللي بيخلي شويه انيمالز ياكلوا انيمالز تانيين، ان في انيمالز don't choose food، الانيمال ما بيعرفوش يختاروا الفود او على حسب الاكل المتوفر، ولازم ناكلها لان في انيمالز. تخيل كده اللاين اكل الرابت، طب الرابت كان واكل بلانت، يبقى هو اكل البلانت واخد الانرجي بس بطريقه دايركتلي، احنا مش بنقدر ناخدها دايركتلي من الشمس، لا انا باكل الرابت اللي كان واكل البلانت اللي كان صاحب الشمس. نرجع تاني للفود شين، اي فود شين في الدنيا لازم تبدا ببروديوسر كونسيومر ديكومبوزر. اجين بروديوسر كونسيومر ديكومبوزر. بدايتنا البروديوسرز، يعني ايه بروديوسرز؟ يعني المنتجين، يعني ده البدايه اللي من غيره مش هعرف ابتدي، اللي هم مين؟ اللي هم البلانتس. عشان كده البلانتس هم ان ذا فيرست لينك، هما اول حاجه في الفود شين، علشان البلانتس ابزورب السان لايت، ميك الفوتوسينثيس، يعني ميك ذير اون فود، بيعملوا اكلهم لنفسهم، وهم بروفايد الاورجانيزم ويز فود، هما يعملوا الفود واحنا نبدا ناكل. الكونسيومرز دولت اللي بياكلوا زينا احنا كهيومن كده، احنا اللي بناكل، زي الرابت اللي بياكل البلانت، زي اللايون اللي بيدور له على اكل جاهز ياكله. الكائنات اللي بتاكل الاكل على الجاهز بنسميها كونسيومرز، ودي ليها حوار لوحدها. اما الديكومبوزرز، الديكومبوزرز دي بتيجي بعد ما نموت بقى خلاص، ده بياكل ده، ده بياكل ده، ماتوا، يبدا يطلع الكائنات الديكومبوزرز على الكائنات الميته، ودي حاجه مهمه جدا. عشان كده بيقولوا على الديكومبوزرز دي فيتال بارت in environment، vital part يعني جزء حيوي، جزء مهم جدا، وده موجود في الفورث لينك. اخر حاجة بتيجي الديكومبوزرز وبيجوا على اللي ميتين، علشان كده هم eat dead animals و dead plants، change them to nutrients. انا عايزة الكلمة دي، يعني ايه change them to nutrients؟ بيجوا عليهم، انا دلوقتي كرابت واكل البلانت، اخد الفوائد بتاعت البلانت، الرابت مات، طب الفوائد بتاعت البلانت بترجع للسويل، مين اللي هيعمل كده؟ هما الديكومبوزرز دولت، يطلعوا فوائد البلانت اللي كان واخدها الرابت يرجعها تاني للسويل، علشان البلانت يستفاد منها ويطلع تاني. فاهم حاجة ان هي return nutrients to the soil، return nutrients to the soil، بترجع النيوترينتس تاني للسويل. وبتيجي امتى؟ after this، بعد ما يموتوا. فليها اهميتين، recycling خلاص ناخد بقى منهم نطلع food chain جديدة، ناخد منهم ونطلع food chain جديدة، و returning nutrients. اهمية الديكومبوزرز، recycling in nature، returning nutrients. اسمهم decomposers، بيعملوا حاجة اسمها decomposition، انا مش عايزة definition قوي. احنا قلنا الconsumers ليهم حوار لوحدهم، ومش ليهم حوار يعني حوار صعب، لا خالص، ده حوارها جميل خالص. بس الconsumers احنا بنقسمهم تلاتة، primary يعني واحد، secondary اتنين، tertiary يعني تلاتة، primary secondary tertiary تلاتة. البرايمري يعني بيجي في الاول، احنا نتخيلها رسمة كده ونتفاهم. احنا اتفقنا البداية اللي هم الديكومبوزرز اللي هم البلانت،
اول ناس تيجي على البلانس بيبقوا البرايمري كونسيومرز. فبما ان البلانت هو في الفيرست لينك فالبرايمري يجي في السكند لينك، ده معناه انه بياكل البلانتس. زي مين؟ زي الانسكتس. دايما كده لو في مكان فيه ورد تلاقي عليه حشرات، يبقى بعد البلانت عندنا انسكت، عندنا الحشرات. زي من الحشرات زي البيتل، الخنافس، جراس هوبر اللي هو الجراد الاخضر ده اللي بيقف على الحشرات. طيب احنا دلوقتي بقى عندنا البلانت في الفيرست لينك، دخلنا على البرايمري في السكند لينك علشان ده ياكل ده. ندخل بقى على اللي ياكل الانسكت بعد البرايمري، دخلنا في السكندري. اللي ياكل الانسكت او اللي ياكل البرايمري هما السكندري. زي مين؟ زي البيرد. البيردز بياكلوا الحشرة، هما الانيمالز اللي بياكلوا البرايمري او بياكلوا البلانت ايتينج. يعني عندي البلانت جام كائنات ياكلوا البلانت فسميتهم برايمري، يجوا السكندري ياكلوا الكائنات اللي كانت بتاكل البلانت، يبقوا السكندري ياكلوا البرايمري. بعد السكندري يجي التريتياري، التالتين، يبقوا التريتياري هياكلوا السكندري، والتريتياري دولت في الثيرد لينك، مش هما تلاتة، يبقوا في الثيرد لينك. طب هياكلوا مين؟ هياكلوا اللي اكلوا الاولانيين، هياكلوا السكندري. واحد ياكل اللي قبله، ثلاثة وثلاثة. They are animal which eat السكندري او البلانت ايتينج برضو، ما هو كده كده اكلوا البلانت ايتينج. فبنسميهم ميت ايتينج. يعني ايه بنسميهم ميت ايتينج؟ يعني بياكلوا اللحمة. ما هو لما يجي اللاين ياكل الرابت، اللاين بخليه تريتياري لانه اكل الرابت اللي كان واكل البلانت، اكل اللحمة. زي مين؟ زي الاليجيتور. يبقى احنا في البداية بدأنا بالبلانت علشان هو بروديوسر، بعد كده دخلنا على الكونسيومرز، بقوا عندي ثلاثة كونسيومرز، برايمري سكندري تريتياري. البرايمري اكل البلانت، السكندري اكل البرايمري، التريتياري اكل السكندري، كل واحد ياكل اللي قبله، يموتوا كلهم. ندخل بعد كده على الفورس لينك، ندخل على الديكومبوزر. زي مين الديكومبوزرز؟ بيجوا على الحاجات الميتة زي الارث وورم والمليبيدز. الدودة هتاكل البواقي الميتة، eat remains of dead plant، remains of dead بلانتس. والويستس اللي هتطلع منهم، الفضلات، تمام، الحاجات الفضلات اللي بتطلع بيبقى فيها نيوترينتس كتيرة، بناخد النيوترينتس دي نرجعها للسويل ونخلي السويل فيرتايل. فيرتايل تبقى تربة خصبة وحلوة. تاني الارث وورم والمليبيدز بياكلوا الريمينز بتاعت الديد بلانتس، البواقي بتاعتها. طب ليه؟ عشان البواقي دي ريتش ان نيوترينتس. طب هنودي النيوترينتس فين؟ هنرجعها تاني للسويل to make soil fertile، هتخلي السويل fertile وخصبة. عندي نوع تاني اسمهم scavengers. السكافنجرز دولت بياكلوا الديد انيمالز برضو والديد بلانتس. احنا اتفقنا كل الديكومبوزرز بيجوا عدد. زي مين؟ زي الفولتشرز. الفولتشرز زي الباقي، تمام. هيجنز، الهيجنز اللي هي الضبع، عارفين زي الثعلب كده. والكرابس، الكرابس اللي هم السلطه، عارفين مستر سلطه بتاع سبونج بوب. فولتشر، هيجنز، وكرابس. النوع الثالث الكوكروتش والهاوس فلاي. الكوكروتش اللي هو صرصار، يعني الكوكروتش دلعته قوي، والهاوس فلاي
دولت بريك الفود، هيقطعوا الفود انت سمول بيسز، يجوا على الاكل كده تلاقيه الاكل كده كانه متفتت. بعد كده يجوا بقيه الديكومبورزرز يكملوا الديكومبشن بتاعهم زي البكتيريا وزي المشروم زي الايرث وورم والبيراميدز والسنيلز، بيقضوا على الاكل. ناخد اكزامبل ونطبق كل ده بقى على الواق. الواق النسر ازاي جيت انرجي؟ ده بياكل السنيك، بياكل حاجات كتير قوي، بياكل السنيكس، بياكل المايس، الفران، بياكل البيرت، بياكل الرابتس، وطبعا بياكل تجار انرجي. طب هو ليه عايز انرجي؟ علشان هو مش بيعرف يعمل اكل لنفسه زي البلانت، ما عادي طبيعي فلازم ياكل حاجة تاني. بس الوك don't eat بلانت، ما بياكلش البلانت ابدا، بياكل لحمة بس. عشان كده بقول عليه ان هو meat eating، ده معناه ان هو بياخد الانرجي من البلانت بس indirectly. يعني ايه indirectly؟ احنا قلنا بياكل المايس، اكل الفار، الفار كان واكل خضار، كان واكل بلانت، يبقى هو يعتبر اكل البلانت برضو بس بطريقة indirectly، بطريقة مش مباشرة. عشان كده دايما الفود شين، نعيد الكلام تاني، producer consumer decomposer. لو الديكومبوزر ديسابير هتلاقي الكائنات اللي ماتت زبالة من الاخر. يعني ده كائن ميت لحد هيطلع لي منه نيترينتس ولا هيقضي عليه زي سكارفيتشر اللي فوق ولا كوكروتش ولا حاجة. هتلاقي شوية بواقي، هتلاقي الديد بوديز عبارة عن راش تراش بيلد اب اس تراش، هيفضل بواقي الكائنات الميتة زبالة. وخلي بالكو في ديكومبوشن بيحصل اندر ووتر، احنا لسه قايلين فوق الكرابس مستر سلطع اللي بيعيش في الميه، فحتى الديكومبوشن بيحصل تحت الميه عادي. ادي فود شين، المطلوب مننا ان احنا نكمل الفود شين. بس اهميه الفود شين انها بتقولي الانرجي بتمشي منين لفين، مين بياكل ايه، how to energy flow from organism to another، بتعرفني الريليشن شيب، يعني ده بياكل ده ولا ده اللي بياكل ده، المايس اللي هتاكل الواك ولا الواك اللي هتاكل المايس. فدي جاست اكزامبلز تمام للفود تشينز. هنقولها كده اورال بسرعه. هنبدا بالصن تمام. الاول الميك اون فود يعني البلانت، فاحنا هنبدا بالبلانت عشان البلانت ميك زير اون فود او الجراس. وده هياخدها منين؟ هياخدها from solar energy، هياخد الانرجي بتاعته من الصن. مين اللي هياكل الجراس؟ اللي هياكل الجراس المايس، يجي الفار ياكل الجراس، السنيك تاكل الماوس، والباق ياكل السنيك، التاني بياكل الاولاني. السولار انرجي كده اتحركت من الصن، كده السولار انرجي اتحركت من الصن للباك. بس في الطريق ده كله في اتنين بنسميهم بريديتورز. انا عايزه نفرق ما بين الكلمتين دي، بريديتورز وبراي. بص، بريديتور الكلمه كبيره، يعني ده الكائن المفترس اللي بياكل، which eat other organism. براي كلمه صغيره، ده الار ايتن، ده الغلبان اللي بتاكل. فعندنا اتنين هنا يعتبروا بريديتور، هما بياكلوا الحيوانات الواك والسنيك، لان الواك اكل السنيك والسنيك اكل المايس. اللي يعتبروا براي اللي هما اللي اتاكلوا المايس والسنيك، هما اتاكلوا. ففي كائنات ممكن تبقى براي وممكن تبقى بريديتور في نفس الوقت، زي السنيك بريديتور ومفتري وهو بياكل الماوس، لكن براي غلبانة وهي والواك بياكله. طب نشوف اللي بعده. برضو دايما بدايتنا بالجراس. الجراس بياكلوا على طول جراس هوبر، جراس جراس
هوبر، عشان كده جراس هوبر دي برايمري كونسيومر، هي اللي جت جه عليها بيرد، فالبيرد بقى السكندري، بعدين التريتيري اللي هو السنيك، بعدين الوك او الاو، هنا رسمة او. بعد ما كله يموت وصلنا للديكومبوزرز، عشان الديكومبوزرز تاكل الديد بوديز وابزورب النيوترينتس تو ذا سويل تو ميك سويل فيرتايل. سلسلة واحدة كده، واحد بياكل واحد، اسمها فود شين. ده ياكل ده، ياكل ده، ده ياكل ده. تعالى كده نتخيل، ادي بروديوسر وادي الجراس هوبر وادي البرد. هنا في سنيك يجي في نفس الوقت حد تاني ياكل البرد، تمام، وبعدين حد تالت يجي ياكل السنيك، وبعدين بدل السنيك ما ياكل البرد بس ياكل المايس كمان، الفران. كائنات كتير ودوشة كتير دخلت في بعض، يعني فود شين وفود شين وفود شين يعملولي فود ويب. واحد ياكل واحد دي فود شين، لكن فود شينس كتير تبقى ويب. عشان كده الفود ويب دي كومبلكس ريليشن شيب، حاجة معقدة فيها حاجات ياما قوي وفيها فود شينس كتيرة، كائنات كتير. وبتقول لي برضو ازاي الانرجي فلو فروم اورجانيزم تو انذر، كلها حاجه واحده. بس بصي دي فيها ماني اورجانيزم شير فود، فيها كائنات ياما جدا. طيب الفرق ما بينهم، كده كده انا ببتدي بالصن اللي بياخدها البلانت يعمل بيها فوتوسينسس، وبعدين تيجي كونسيومرز ياكلوا البلانت، فيجوا كونسيومرز تانيين ياكلوا كونسيومرز الاولانيين. اهم حاجة ان الفود انرجي كانت او فود ويب دي بتعرفني هاو انرجي فلوز فروم اورجانيزم تو انذر، ازاي بتروح من واحد للتاني كلهم كده. ولو واحد اختفى باظت الفود شين وباظت الفود ويب، لو كلهم ماتوا الانرجي ترجع للسويل.